يقول: ما أقسام العبادة؟ العبادة أقسام كثيرة، أقسام كثيرة، كل ما أمر الله به ففعله عبادة، سواء كان واجبا أو مستحبا، كله من أنواع العبادة. من أنواعها الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله، بر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف النهي عن المنكر، دعوة إلى الله. فلا، أنواع العبادة كثيرة، العبادات الظاهرة والعبادات الباطنة، مثل الخوف من الله والخشية لله والرغبة فيما عند الله والخشوع لله عز وجل، هذه عبادة قلبية في القلب. نعم.